يعني في البداية نرحب باسم البرلمان العربي في معالي الوزير أسامة فيصل وزير الدولة في وزارة الخارجية في جمهورية السودان وسعادة السفير عبد المحمود بن الكريم سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وسعادة السفير صديق عبد الله مدير إدارة أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية السودانية والوزير المفوض إدريس علي مسؤول ملف الجامعة العربية في وزارة الخارجية السودانية. كما أرحب بأعضاء اللجنة المعنية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية إلى الآخر. البرلمان العربي لديه خطة عمل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية إلى الآخر. هذه الخطة عادت عندما تم عقد الجلسة التاريخية للبرلمان العربي في الخرطوم في بداية هذه السنة في شهر أكتوبر الماضي. وتم إعداد هذه الخطة وعرضها على البرلمان العربي والموافقة المصادقة عليها، ثم تم رفعها إلى القمة العربية التي عقدت في مدينة الظهار في المملكة العربية السعودية، وتم مباركتها من قبل القمة وتوجيه الجهات المعنية في مؤسسات العمل العربي المشترك بالتعاون مع البرلمان العربي لتنفيذ هذه الخطة. اليوم نحن بصدد وضع خطة تنفيذية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الرائعة. كما تعلمون السودان دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية. السودان ظلمت كثيرا في هذا المجال. هذا القرار فرض على السودان من عام 1993. هناك كثير من الخطوات التي اتخذتها دولة السودان، مثلا إقامة الرئيس والحكومة والبرلمان وحتى الشعب السوداني، هذه تضرر كثيرا من هذا القرار